الموضوع بسيط خالص، كله هيتعلم التطبيق لانها سهله جدا. بص يا باشا، هتجيب التيشيرت هتعمل تانيه من تحت صغيره بالمنظر ده كده، وهتجيب دي للاخر كده لحد اول الحوض كده، الكم بالمنظر ده، ودي على اخرها بالمنظر ده كده، هتجيب دي كده ومن هنا هتاخدها للنص، من النص هتقوم جاي تاني يعني بارم بالمنظر ده كده لحد الاخر، من الاخر هتيجي التانيه دي كده معاك هتجيبها بالمنظر ده كده. ثلاث خطوات بالظبط، نلاقي التيشيرت على ظهره كده، نمسك اول خطوه، الثانيه من النص، الثالثه من الاخر كده. سويتشيرت الموضوع بسيط خالص، هتجيب اي سويتشيرت على ظهره تقوم جايبه من الحته دي كده بالمنظر ده. بصوا يعني الفيديو انتوا بحفظوه واحده واحده تتعلموها، يعني الموضوع بسيط والله وكله هيعمله كده. تقوم جايب دي في النص وجايب دي للاخر، من الاخر ماسكها كده مدخلها في الزون بالمنظر ده. هنعمله النهارده في التيشيرت، بص معايا واحده واحده هتعلموها، الموضوع سهل جدا. هتجيب التيشيرت تقلبه على ظهره، تيجي من تحت تعمل ثانيه زي دي كده بالظبط، وهتيجي من هنا تقوم جاي ثانيه الحته دي الكم تجيبه كده، ونفس الموضوع في الحته الثانيه كده الكم هتجيبه كده، وهتقوم جايب دي على النص وجايب دي في الاخر بالمنظر ده كده، هتقوم جايب من تحت من هنا كده لافف دي كده كده. لو بتعمل شنطه هياخد معاك 5 اكس. بص معايا هقول لك تطبيقه برضه بسيطه عشان لو حابب تشيله في شنطه ولا اي حاجه يبقى ملموم، يعني هتيجي من تحت تانيه زي دي كده دي للاخر بالمنظر ده، هتجيب دي كده اي حته كده بالمنظر ده، وهتجيب من فوق تفضل تبرم لحد الاخر، برمى كده ايه لحد الاخر. التيشيرت هيبقى معاك بالمنظر ده، ده تيشيرت 6 اكس ولا 5 اكس هيبقى معاك كده، لو بتشنطه او في دولاب هيبقى مش هياخد مساحه ولا هيتكرمش، برضه جديده كده ممكن تفيد اي حد. بص يا كبير، تجيب التيشيرت من تحت تعمله بالمنظر ده كده، تجيب من هنا للاخر، سهله جدا كله هيتعلمها. ينفع بقى انت فاهمني في اي حاجه، كان شنطه ولا كان اي حاجه، تجيب ده كده بالمنظر ده كده، وهتجيب دي من هنا لافف بالطريقه دي كده لافف للاخر، تقوم جايب من تحت من هنا بلاستيك جايبه كده كده. التيشيرت معاك بقى بالمنظر ده، لو بتعمل شنطه هياخد كام حته في الدولاب برضو هينفع، لو غص وقت ولا حاجه مش هتضايق، وعايز تحضر شنطه سفر ومش عايز تاخد مكان كتير في الهدوم، يعني تمسك البنطلون كده تقوم جاي قاسمه من الحته دي، وهتيجي من هنا هتلف البنطلون تبرمه، تفضل تبرم للاخر، وهتيجي حاطط ايديك جوه كده المنظر ده علشان تدخل البنطلون جوه هنا عشان ما يتبهدلش بالطريقه دي كده، هيبقى معاك كده كده عمره ما يتبهدل، ولو في مكان تعمل شنطه هياخد بتاع التطبيق تمام. ده الوضع الطبيعي بتاعها، هعملها لك سلو موشن بقى عشان تبقى انت فاهم. البيك سايز زي حالاتي، الجاكيت ده 6 اكس برضو، طريقه عشان لما تيجي تشيله الموضوع سهل خالص، هتيجي من تحت تعمل ثانيه زي دي كده من هنا للكم بالمنظر ده كده، الجاكيت هيبقى معاك كده، تقوم جاي عامل الكم حرف اكس كده، وعامل ده نفس الطريقه اكس كده، تقوم جايب الزونت كده، تجيب الجاكيت كله جوه هنا بالمنظر ده. طبقت البدل بس انا للاسف مش شغال في البدل، بس هحاول احلها معاكم لان انا شغال عندي بليزرات كشف. هتجيب الجاكيت البدله او البليزر بالمنظر ده، اديك الاثنين حطهم جوه كده كده، تقوم جايب ده كده ورافع ايدك دي كده، دي طريقه للعم يعني الجاكيت بتاعه مكوي ومش عايز يكسره، وبيعملوا ايه مثلا في ايه شنطه سفر ولا حاجه بالمنظر ده كده، ايدك دي كده
كده بس كده. لو مكوي عمره ما هيكرمش، كل حاجة متظبطة فيه جواه، وبالمنظر ده مش هيتوسخ ولا حاجة، لأن البطانة اللي هتبقى باينة. معلومة جديدة اهي، شكرا.